السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا مشاريع مصرية بأفكار كندية. لو انت جديد او انت جديدة في القناة ان شاء الله تعجبك قناتنا وسبسكرايب معنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل شيفينج كريم، اللي هو كريم لإزالة الشعر. الكريم لإزالة الشعر اللي انا هعمله ده طبيعي 100%، بس هو مش كريم يزيل الشعر تلقائي، لا، هو كريم يساعد على إزالة الشعر بماكينة إزالة الشعر اللي هي الموس، اللي هو بيزيل الشعر، سواء الموس اللي هو السيدات بيستخدموه أو الموس اللي هو الرجال بيستخدموه لإزالة شعر الدقن والمستاتش الشنب. فهو الكريم ده لمساعدة على إزالة الشعر باستخدام أداة اللي هي إزالة الشعر اللي هو الموس، عشان يعني ما حدش يفتكر ان هو بيحطه فيزيل لوحده الشعر، لا، هو ده لإزالة الشعر باستخدام الموس بس. طبعا حقيقي هيساعد جدا جدا لإزالة الشعر من الجذور. تاني نقطة ان هو هيسيب الجلد ناعم جدا، هيدي ريحة حلوة جدا للجسم، هيغذي الجلد جدا، فهو بصراحة مميزاته كتيرة جدا مع إزالة الشعر. فزي ما انا بقول اللي هو الكريم ده هيغذي الشعر وهيفتح البشرة وهيخليها ناعمة جدا بعد إزالة الشعر جدا، يعني غير طبعا ما بتستخدمي اي كريم تاني او اي صابون او مواد تانية. الكريم هنا اللي انا عايزاه الاساس ليه اللي هو زبدة الشيا. زبدة الشيا ده اساس الكريم هنا، وعايزة زيت جوز الهند. زيت جوز الهند اهوت، تمام. وعايزة ماء ورد، وعايزة زيت، مش شرط بذور العنب هنا، هاتي اي زيت، زيت اللوز تمام، اي زيت، زيت الزيتون تمام، يعني اي زيت يكون عندك، ما يعني يكون بديل لزيت بذور العنب تمام. وعايزة فيتامين اي بيساعده على الحفظ، وعايزة زيت تري اويل او اي تري او اي زيت طبعا عطري علشان يدي ريحة حلوة جدا للكريم. وبالنسبة لفيتامين اي طبعا احنا عارفين فوائد فيتامين اي تغذية البشرة، لا وكمان الحفظ، بس انا بقول دايما لو انت عايزاه تجاري لازم مادة حافظة بعد كل المكونات ده. فاول حاجة هعملها هفتح الكريم بتاعي هنا اللي هو زبدة الشيا. زبدة الشيا زي ما احنا شايفين هنا انا عايزة منها، دي زبدة الشيا الخام، انا عايزة منها زي بالظبط كده ادي بمقام معلقة ونص، يعني معلقة ونص يعني كتلة كده، يعني بالجرام نقوله ممكن 200 جرام، بالجرام 200 جرام تمام. وعايزة احط معلقة من زيت جوز الهند تمام، وعايزة معلقة من زيت بذور العنب او زيت اللوز، يعني 200 جرام من زبدة الشيا الخام، ولو عايزة تكتري زبدة الشيا الخام يعني 250 ممكن، معلقة من زيت جوز الهند ومعلقة من زيت الزيتون او زيت بذور العنب او زيت اللوز زي ما انا قلت. واللي هعمله دلوقتي ان انا هخليها في الميكرويف لمدة يعني 30 ثانية عشان يسيح كل المكونات ديت، او تعمل لها حمام مائي. بعد ما تعمل لها حمام مائي نرجع ونشوف هنعمل ايه. هنا زي ما احنا شايفين انا سيحت المكونات هنا في الميكرويف، او زي ما انا قلت حمام مائي. طيب هل هبدأ احط باقي المكونات؟ لا، مش هحط باقي المكونات دلوقتي، انا هخليها في الفريزر لمدة يعني ربع ساعة تلت ساعة بس تبدأ تجمد، مش تجمد، تبدأ تجمد، وبعدين ارجع اشوف هنعمل ايه. هنا بعد ما سبت الكريم بتاعي في الفريزر لمدة يعني بالضبط كده 30 دقيقة، شوفوا هنا يعني هو جمد بس ما جمدش قوي، فانا كل اللي هعمله ان انا هبدأ احطه في الميكسر بتاعي علشان خاطر اضربه. لو انت عندك اللي هو الهاند ميكسر تمام، بس الاحسن لازم ميكسر، ما ينفعش بالايد، ما ينفعش بالايد علشان خاطر يبقى كريمي تمام.
هتسيبه يتضرب بالمكسر جامد جدا لغايه ما يبدا يبقى كريمي ولونه ابيض. واحنا بنضرب الشيه بتاعتنا ابدا احط باقي المكونات. باقي المكونات هنا عايزه معلقه من ماء الورد، طبعا انتوا عارفين فوائد مية الورد للجلد، وعايزه كبسولتين من فيتامين اي. طبعا هاخد الزيت بتاعهم، تمام. وعايزه طبعا الزيت العطري. تمام. الميزه يا جماعه في الكريم ده ان احنا ممكن مش بس ان انا هستخدمه في الشيفينج، في اللي هو ان انا احلق بيه اللي هو الشعر الزائد للجسم، لا كمان ممكن استعمله يومي اللي هو كريم موستشر يومي للبشره وللوجه وللجسم كله. فده ميزه ان هو للحاجتين مش حاجه واحده. هنا خلاص الكريم جاهز بتاعي بقى فومي وكريمي، شايفين هنا كده، شايفين هنا زي كريم شانتيه كده فومي وكريمي. طريقه الاستعمال طبعا علشان خاطر تاخدي يعني اكبر فايده من الكريم، ان انا اسيبه على الجلد حوالي 10 دقائق الاول قبل ما استخدم اللي هو موس الايه الحلاقه، اللي هو سواء طبعا يعني بالنسبه للسيدات يعني الانستراكشنز بتاعت السيدات او الرجال، اللي هو يسيب 10 دقائق بعد كده نبدا نستخدم الايه الكريم، سوري موس الحلاقه. طبعا مش بس فوائده ان هو هيكون ناعم جدا على الجلد، ان كمان زبده الشيا معروفه ان هي بتقلل ظهور الشعر، كمان التفتيح. يعني تخيلوا بقى ايه، يعني بعد ما تخلصي اللي هو ازاله شعر هتلاقي بشره يعني فاتحه ونضره جدا جدا جدا. فهو بصراحه فوائده كتيره جدا، غير طبعا كريم إزالة الشعر زي زيت وكده. الكريم ده بيأثر جدا على البشرة، وكمان معروف ان هو بيحرق الجلد جدا، فمش ظريف. اي نعم بيزيل الشعر، بس انا مش محتاجة إزالة شعر قوي بالكريم ده قد ما محتاجة ان انا ازيله ممكن بالطريقة العادية اللي هو بموس الحلاقة. وموس الحلاقة يا جماعة ما بيطلعهوش خشن زي ما في ناس بتقول، ما فيش الكلام ده. موس الحلاقة اللي هو الحريمي الرقيق، طبعا عارفين مكان الحلاقة اللي هو الحريمي دي جميلة جدا، وبتطلع شعر خفيف وناعم جدا ما فيهوش اي مشكلة، والناس كلها بتستخدمه. فبلاش ندخل على الافكار القديمة ان هو بيطلع الشعر واقف، بيطلع الشعر خشن، الكلام ده مش موجود. طبعا مع الكريم ده مش بس ان انت هتزيلي الشعر، لا هتبيضي البشره وهتخليها ناعمه جدا ونضره جدا بعد ازاله الشعر. فهو ده الهدف من الكريم ده. بس دي كانت فكرتنا النهارده، وان شاء الله في افكار تانية كتير، وسامحوني على التقصير تاني. وان شاء الله بحاول الاسبوع ده كمان اعمل لكم كونديشنر اللي هو هير كونديشنر تجاري. وطبعا الكريم ده زي ما انا قلت ينفع تجاري لما نحط له ماده حافظه، خلاص يتحول الى تجاري. لكن انت لو هتستعمليه عادي في البيت بتخليه في الثلاجه لمده اسبوعين، او تخليه في الفريزر لمده شهر. في الثلاجه الاسبوعين او لمده شهر في الفريزر وتستخدميه. بعد الاسبوعين عادي جدا بتستخدميه، بس الاحسن ان انت تستخدميه في اول خلال اسبوعين. تمام. بس دي كانت فكرتنا النهارده. سبسكرايب ولايك وكومنت وفعل الجرس، خليك معنا دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان غزال.